الحكامي. هذه المسابقة عامر منصوري وحمد الشامسي وسليمان شمل. شكرا لك حكمنا اليوم حمد الشمس من التوفيق. تحية كبيرة كذلك للمشاركين في هذه المسابقة. ما شاء الله تبارك الله المشاركين الصغار والكبار. هذا الطموح والرحلة واستمرار هذه الهواية وهواية جمال السلوك العربي. مشاركي كذلك أيضا لجميع دول العالم. المشاركين اليوم معنا اللي عنده سلوكي ومستعد يكون عنده مهارات في السلوكي يجيب لنا السلوكي بمنتصف الساحة ويعطيها أوامر الضعف. من عنده استعداد أحد من المشاركين اليوم؟ أني ون أور بارتيسيبنت فور ذا كوب. شكرا شكرا شكرا.
هل في حد عنده استعداد بعد لأوامر الطاعة؟ أنا. نشوف سارة، سارة. تجي لي أوبا هنا في النص. أوامر الطاعة. طيب. رهيب. الصيد والفروسية البعض أول مرة ممكن يتفرج على مزايا السلوك العربي الأصيل أول فيها تدخل معنا في ساحة العروض وهي الذكور الأريش ذكور الأريش كهريش شعر كثير مسابقة المزاين السلوك العربي الأصيل وبنتعرف كذلك على المشاركين معنا في هذه المسابقة ونقول لهم بالتوفيق والنجاح والفوز في نهاية هذا المسابقة خلاص all the participants for feathered male here over the skin خلاص خلوني اتعرف على اول متسابقين هنا من سابقة Hi What's your name? My name is Alex what's his name this dog? His name is Odie and he's اودي is like car he's a fast اسم الكلب اودي على شركة اودي للعرض هذه الاودي معنا فتنا مملكة البحرين سارة معنا في الموسم السابق في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسية كيف تشاهدين النسخة العشرين؟ ما شاء الله ما شاء الله زايد يا سلام هذا المطلوب مالك التوفيق شو اسم الكلب؟ يلا يا لهب مالك التوفيق يا لهب عرف على الشاب عرف نفسك محمد من البحرين مرحبا يا مرحبا بالاشقاء مرحبا شو اسم الكلب؟ خطاب خطاب يمكن يخطب يروح المركز الاول توفيق رحتني اهلا والسلام عليكم بابا شو اسم هذا؟ حقاك؟ حقاك؟ جود لك السلام عليكم كريم اسمك your name my name من تتوقع المركز الثالث اللي هو البلدية عندنا؟ الحائز على المركز الثالث بمجموع 150 نقطة نقول لك ألف مبروك مركز الثالث ألف مبروك with the fair place في المعرض ابو ظبي الدول السيد والفروسي حصلت على المركز الاول. المركز الاول.
كذلك سليمان الشملي الموجود والمسؤول عن لجنة التحكيم. كنت معكم عبد الله المعويد معلقا لهذه المسابقة، والتقي معكم إن شاء الله في العرض القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So all the gifts gonna be over tomorrow at 10 p.m. here.